Hello guys, today we will learn some new words from Egyptian movies and let's start our lesson. اهلا ازيك يا حمدي؟ حمدي دشوني ازاي؟ حمدي كان معايا في الجامعة زمان. Welcome. اهلا 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 اهلا. In the movie he said اهلا 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 اهلا. حمدي بسيوني is Egyptian name. How are you حمدي؟ حمدي بسيوني. ازيك يا حمدي؟ 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 حمدي بسيوني. حمدي بسيوني. ازيك يا حمدي؟ حمدي بسيوني. ازيك يا حمدي؟ حمدي بسيوني. ازيك؟ حمدي كان معايا في الجامعة زمان. How are you؟ حمدي was with me at university. ازيك؟ حمدي كان معايا في الجامعة. ازيك؟ How are you؟ حمدي is Egyptian name. كان was معايا with me في at الجامعة university. ازيك؟ 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 حمدي حمدي كان معايا 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 في الجامعة 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 الجامعة. ازاي؟ حمدي كان معايا في الجامعة زمان. ازاي؟ حمدي كان معايا في الجامعة زمان. كنت انا بلعب بوكس وهو بيلعب مصارعة. I was playing boxing and he was playing wrestling. كنت انا بلعب بوكس وهو بيلعب مصارعة. كنت انا بلعب بوكس وهو بيلعب مصارعة. كنت was انا I بلعب playing boxing we and هو he بيلعب was playing مصارعة wrestling. كنت أنا بلعب بوكس or you can say أنا كنت بلعب بوكس. If you talk about the past you can say كنت أنا or أنا كنت. أنا كنت I was or كنت أنا. كنت 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 أنا 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 بلعب 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 بوكس بوكس بوكس. وي هو 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 بيلعب 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 مصارعة 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 مصارعة. كنت انا بلعب بوكس وهو بيلعب مصارعة. كنت انا بلعب بوكس وهو بيلعب مصارعة. فاكر منظرك وانت لابس الغيوب بتاع المصارعة ده؟ Do you remember what you looked like wearing a wrestling suit؟ فاكر منظرك وانت لابس مايو مصارعة؟ فاكر منظرك وانت لابس مايو مصارعة؟ فاكر Do you remember منظرك what you looked like وانت لابس
wearing mayo suit المصارعة wrestling. فاكر 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 منظرك 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 وانت لابس وانت لابس وانت لابس وانت لابس مايو 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 المصارعة المصارعة المصارعة. فاكر منظرك وانت لابس المايو بتاع المصارع ده فاكر منظرك وانت لابس المايو بتاع المصارع ده والبزاريس طالع منك كده كان شكلك زبالة عندي. And the sagging is coming out of you. You looked like rubbish, Hamdi. والبزابيز خارجة منك كان شكلك زبالة يا حمدي. والبزابيز خارجة منك كان شكلك زبالة يا حمدي. We and we we we. البزابيز the sagging. البزابيز 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 خارجة is coming out خارجة 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 of you منك 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 كان شكلك you looked كان شكلك كان شكلك كان شكلك you looked like كان شكلك كان شكلك the letter calf meaning you شكل شكل looked كان شكلك كان شكلك كان شكلك زبالة rubbish زبالة 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 يا حمدي والبزابيس خارجة منك كان شكلك زبالة يا حمدي والبزابيس خارجة منك كان شكلك زبالة يا حمدي البزابيس طالع منك كده كان شكلك زبالة يا حمدي البزابيس طالع منك كده كان شكلك زبالة يا حمدي. This was the end of today's lesson. I hope you have benefited from this lesson. And please subscribe to the channel and press the like button and goodbye.